البطولة كانت تحديها الأكبر هو الوقت. يعني مثلا لم يكن لدينا تحدي الجانب الأمني، لأن احنا الحمد لله تجاوزنا هذا هذا النوع من التحدي بعد البطولات اللي قدمها أبطالنا في القوات الأمنية والحشد الشعبي، وهذا الاستتباب الأمني الكبير الذي نعيشه إنما كان بفضل هذه الدماء الطاهرة التي سقت أرض العراق. فلم يكن هناك تحدي أمني يذكر في البطولة، مع أن الجهد الأمني كان كبيرا جدا والقوات الأمنية بذلت جهدا كبيرا بذلك. لم يكن تحدي أيضا من ناحية الدعم المالي، كان سيد رئيس مجلس الوزراء وسعد أعضاء مجلس الوزراء كانوا داعمين بسرعة كبيرة جدا، يعني الاستجابة لمتطلبات البطولة التي قدمها وزير الشباب آنذاك، يعني في هذا في مجلس الوزراء في حكومة السيد محمد شاع السوداني. كذلك لم يكن هناك تحد مثلا من قبيل الجماهير وتفاعلها، والحمد لله كانوا مستعدين وكانوا ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر. يعني كان عامل الوقت هو العامل الأساس، فقط هو عامل الوقت